أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بدأت مشروعا إصلاحيا شاملا تحت قيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وأشار في كلمته أمام المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة إلى أن الحقائق أصبحت جلية للجميع، أن وراء الإرهاب مخطط مشبوه يستهدف جميع دول المنطقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة الرئيس. مساء الخير للجميع، وأشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في المؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي. نعم معالي الرئيس، لعل أبرز ما تطرقتم إليه في كلمتكم اليوم هو الإرهاب، كيف برأيكم من الممكن للبرلمانات العربية المساهمة في محاربة الإرهاب؟ في الحقيقة أختي العزيزة، كما تعلمون بأن هذا المؤتمر ينعقد بحضور رؤساء البرلمانات العربية وفي ظل ظروف وتطورات سياسية واقتصادية استثنائية تشهدها دول المنطقة. اليوم عقدنا الجلسة الأولى وكانت هناك كلمات لرؤساء البرلمانات، وكانت البحرين كلمة، وقد أشرنا فيها بالإنجازات التي تحققت في ظل مشروع الإصلاحي جلالة الملك المفدى على كافة الأصعدة. نعم. وأكدنا فيها ضرورة تنسيق المواقف البرلمانية بما يأخذ مصالحنا المشتركة، وأكدنا على دور البرلمانات العربية في سن التشريعات المناسبة لمحاربة الإرهاب وعلى رفضنا القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن العربي، وأشرنا بشكل خاص إلى التدخلات السافرة الإيرانية والأحزاب التابعة لها في الشأن الداخلي لمملكة البحرين. كما أشرنا أيضا بالقرارات التاريخية الشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مع أخوان أصحاب الجلالة والسمو الرئيس لمحاربة الإرهاب. وأيضا أشرنا إلى استنكارنا وشجبنا لاستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدين دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل استعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر. وأشرنا أيضا القضية الفلسطينية بصفتها القضية الأولى للأمتين الإسلامية والعربية، وأكدنا على من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف. هذا تقريبا ما تكلمنا فيه من خلال كلمتنا. نعم معالي الرئيس، ماذا عن دور البرلمانات العربية في المساهمة في هذه التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية والأمن القومي العربي تحديدا؟ طبعا هناك تم تشكيل عدة لجان من ضمنها اللجنة السياسية التي تبنت هذه المواضيع، من خلالها أيضا سوف تقوم هذه اللجنة إصدار بعض التشريعات النموذجية لمحاربة الإرهاب علشان يستفيد منها جميع البرلمانات العربية. نعم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.